مرحبا بكم الناس الكل في قناتكم الرياضية التونسية. لهذا ودع بن شريفية الجماهير للترجي بعد مواجهة الأهلي المصري في رادس. قام الحارس معز بن شريفية في ملعب رادس بتوديع جماهير للترجي رسميا بعد مواجهة فريقه أمام الأهلي المصري، ذلك بسبب عدم تمكنه من توديعهم في مواجهات البطولة بعد عقوبة الويكلو. وحسب الكواليس فإنه بن شريفية سيحترف بفريق في الدرجة الثانية للسعودية. أرقى معز بن شريفية مع الترجي الرياضي التونسي توج من خلالها ببطولة تونس 10 مرات، دوري أبطال أفريقيا 3 مرات، كأس السوبر التونسي 3 مرات، كأس تونس مرتين، والبطولة العربية مرة واحدة.